راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 31 شهر 5 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار ومع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تمديد الهدنة بين الجيش والدعم السري لخمسة أيام جديدة، والبرهان يقول وافقنا الهدنة بقرض تسهيل انسياب الخدمات. وفاة 59 طفلا رضيعا بدار المايقومة منذ اندلاع الحرب، وتسجيل 309 حالة اختفاء قسري في الخرطوم منذ بداية الصراع. أطباء بلا حدود تشكو من بطء في منح التعشيرات وصول نحو 33 ألف نازح من الخرطوم إلى إقليم النيل الأزرق. مجموعة تضم 9 شركات تعلق أعمالها وموظفيها، وإصابة 4 أشخاص جراء تجدد الاشتباكات في نيال. تفاصيل النشرة من راديو دابنجا. وقع الجيش والدعم السريع مساء الاثنين في جدة على تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية لمدة 5 أيام، فيما شهدت معظم أرجاء الخرطوم هدوءا نسبيا يوم الثلاثاء في اليوم الأول من الهدنة الثانية. وأكدت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن الطرفين اتفقا على مناقشة وقف إطلاق النار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين. وأدانت السعودية والولايات المتحدة استمرار الضربات الجوية والهجمات المتحركة المحظورة. قال الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة بقرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين، وأوضح لراديو دابنجا أن القوات المسلحة ستضطر لاستخدام كامل قوتها المميتة في حال عدم استجابة ما أسماه بالعدو لصوت العقل. وأوضح خلال تفقد قوات الجيش بحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك أن جميع المناطق والفرق في جميع أنحاء البلاد لا تزال تحت سيطرة الجيش. وأضاف في هذا الخصوص: إحنا ما دارين نستخدم القوة المميتة، القوة القصوى لا اسم استخدمناها، لكن إذا العدو ما انصاع وما استجاب حنضطر نستخدم الصحوة عندنا. القوات الرئيسية كلها قاعدة موجودة، الجيش في كل السودان، والجيش كل الشعب السوداني. كشف ناظم سراج من مبادرة ما براكم أن وفاة 59 طفلا من الأطفال الرضع فاقدي السند في دار المايقومة بالخرطوم منذ اندلاع الحرب. وعدى ناظم سراج في حديث لراديو دابنجا الوفيات لتفشي الحميات وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى وفاة 26 طفلا خلال الأيام الماضية. وأكد انعدام مواد النظافة وصعوبة الوصول إلى الدار، ونبه إلى عودة مولد الكهرباء إلى العمل يوم الاثنين ومساعي لمعالجة انقطاع مياه الشرب. وأضاف ناظم سراج في هذا الخصوص: في تفشي بتاع حميات، فقدنا 26 طفل في الأيام الفاتت، ممكن يكون عدد الوفيات كله قرابة 59 طفل منذ بداية الأحداث. 59 طفل يتوفوا، مواد النظافة شبه معدومة، الناس بتلاقيها بصعوبة، الأكسس للدار صعب جدا. أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أن تسجيل 309 حالة اختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل المنصرم. وقال عضو المجموعة المهامي عثمان البصري لراديو دابنجا أنهم تلقوا بلاغات عن اختفاء 309 بالعاصمة الخرطوم، بينهم 12 من النساء و12 طفل و2 من الأجانب و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 3 نساء. وبين عثمان أن من بين 12 من المختفيين قسرا عادوا إلى ذويهم، وكانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع للاشتباه بانتمائهم للاستخبارات العسكرية.
وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص: عدد المختفين حتى اللحظة 309، عادوا منهم 12 شخص، من ضمن 297 شخص في 12 سيدة، كذلك يوجد عدد 12 طفل في 2 من الأجانب، وفي 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 3 رجال و 2 من السيدات. كشف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين حمد أن وصول 32,511 نازحا تضم 5,418 أسرة من الخرطوم الإقليم جراء الحرب الدائرة، وقال لراديو دبنجا إن النازحين من الخرطوم تتم استضافتهم مع ذويهم، مشيرا إلى عدم توفر المواد الغذائية، وأكد إن الإقليم يعاني من أزمة غذاء طاحنة بسبب الأحداث في الخرطوم وعدد من الولايات، وأشار إلى تكدس المساعدات في بورسودان داعيا لترحيلها جوا من مطار بورسودان إلى مطار التمازين. وأضاف في هذا الخصوص: أولا هذه ولاية الخرطوم عدد الأسر 5,418 أسرة، عدد الأفراد 32,511، أماكن التواجد بالإقليم محافظات التمازين الرصيص التضامن. دعت منظمة الأطباء بلا حدود الحكومة بمنح تعشيرات للفرق الطبية المتخصصة للوصول إلى السودان للمساهمة في معالجة الأوضاع الصحية. وكشف مدير مركز العمليات بمنظمة الأطباء بلا حدود بمركز بروكسل ببلجيكا دكتور أحمد عبد الرحمن في حوار مع راديو دبنجا أن بطء في استصدار تعشيرات دخول لفرق طبية لتشغيل العبء على الكادر الطبي. وتابع دكتور أحمد: حتى الآن لم نحصل على التأشيرات، في أول أسبوعين كان هناك تجاوب. وأضاف في هذا الخصوص: منا إنه يعني نقدر نستصدر بعض التأشيرات في الأيام القادمة دي، ونقدر نرسل فريق يضمن استمرارية الخدمة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الاشتباكات الدائرة بين الجيش والدعم السريع قللت من قدرة المنظمة على تقديم خدمات طبية بالمستشفيات في ولاية الخرطوم. وقال مدير العمليات منظمة أطباء بلا حدود ببروكسل أحمد عبد الرحمن: ليس لدينا قدرة على الوصول لهذه المناطق لعدم توقف الاشتباكات بشكل كامل رغم الهدنة. وأضاف منسق العمليات منظمة أطباء بلا حدود لراديو دبنجا في هذا الخصوص: محليين هناك حتى ما عندنا حتى قدرة الوصول للمناطق دي، حتى الآن لم تتوقف الاشتباكات بشكل كامل رغم الهدنة الموجودة. يعني احنا لاحظنا انه في يعني انحسار خف طفيف في حدة الاشتباكات في بعض المناطق، لكن حتى الآن لم تتحقق توقف كامل للاشتباكات يسمح بتقييم الأوضاع في المناطق الأكثر تضرر في الخرطوم. يعاني اللاجئون السودانيون بدولتي مصر وجنوب السودان أوضاع مأساوية صعبة بسبب تدني ونقص الخدمات. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن عبور أكثر من 60,000 إلى دولة جنوب السودان. وقال مدير العمليات بالمنظمة الدكتور أحمد عبد الرحمن أن أكثر من 60,000 شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان، وحوالي 90% هم لاجئون من دولة جنوب السودان، وأشر في المية مواطنين سودانيين لجوا إلى دولة الجنوب بحثا عن الأمن. وأضاف مدير العمليات بالمنظمة دكتور أحمد عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص: بالنسبة لجنوب السودان عندنا فريق حاليا كان موجود في الرنك، اللي هي حتى تقريبا من أكثر من 60,000 عبروا الحدود، من حوالي 90% هم كانوا لاجئين من دولة جنوب السودان في السودان، السودانيين نزحوا، ما في تهيئة، يعني الناس بيفترشوا العراء فعليا يعني ويلتحفوا السماء زي ما بيقولوا، فأوضاع صعبة جدا فرقنا واجهتها. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اقتحام قوة من الدعم السريع مقر صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني في منطقة الخرطوم 2، وأوضحت أن الحادثة أسفرت النحب وتخريب مقر الصحيفة وأثاثاتها وإتلاف لملفاتها وسجلاتها وأجهزتها. وقال صالح محمد عبد الله الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الضواحي الإلكترونية لراديو دبنجا أن الجيش والدعم السريع ليس لديهم ثقافة حماية الصحفيين والإعلاميين والمراسلين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص: الطرفين ذات ما عندهم ثقافة حماية الصحفيين يعني والإعلاميين والمراسلين، فأنت تنقل حدث الطرف الثاني بيفتكرك أنت مع الطرف ده أو كده، فالصحفي بيكون ضحية يعني.
ارتفع عدد النازحين من الخرطوم للقضارف جراء الحرب خلال الأيام الماضية بصورة غير مسبوقة. فقال آدم حسن عضو غرفة طوارئ القضارف لراديو دبنجا أن الغرفة حيأت 6 مراكز إيواء في المدينة مشيرا إلى اكتظاظها بالنازحين، وأكد أن نحو 15 أسرة تصل يوميا وأن السلع الغذائية في مخازن الغرفة شارفت النفاد. وقال أنهم يوفرون 3 وجبات للنازحين بجانب الاحتياجات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص: الفول انتهى، وعندنا زي العدس انتهى، وثاني عندنا زي اللبن انتهى، وزي الحشاي ثاني عندنا زي الفاصوليا برضو انتهت، عندنا زي المعجون برضو انتهى، وعندنا زي البامبرز بتاع الشفاء برضو انتهى، والمرونة والشعيرية الحياة المواد التمنية عموما كده يعني انتهت. كشفت مصادر من ولاية كسلا أن منع البساط السفرية من المغادرة إلى المدن الواقعة على طريق الخرطوم والسماح للبساط المغادرة إلى بورسودان. ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع السلطات لمعرفة دوافع القرار. وأشار مسافرون على طريق بورسودان مدني إلى تردي الوضع الأمني على الطريق في الفترات المسائية، حيث اضطر المركبات للمبيت في حياة والوصول إلى وجهتها مساء اليوم الثاني. وقالت الصحفية هنادي عثمان لراديو دبنجا أن أسعار تذاكر البساط من بورسودان إلى مدني ارتفعت بصورة كبيرة. وأضافت في هذا الخصوص: أثناء ما اتحركنا من بورسودان يعني بيتنا في هيا، لما أنت تصل هيا طوالي بيقول لك البساط لازم تبيت، يعني ما في البساط تتحرك ليلا من بورسودان إلى كل مدن السودان، لازم تبيت في الشارع لأنه قالوا الطرق غير آمنة، يعني السكيورتي فيها ضعيف. وجه مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلحة بحسم كل من يعتدي على الأسواق والمواطنين وممتلكاتهم. وأشار مناوي في خطاب أمام حشد من القوات إلى أعمال النهب والحرق في مدينة الجنينة وزالنجي ونيالو الفاشر، وأوضح أنه لا وقوف على الحياد في الحرب الدائرة، ولوح قائلا للصبر حدود. وأضاف في هذا الخصوص: ما في تعليمات تنتظروا، الدائر يدقك الدقاق ده هكو واحد، الدائر يأكل السوق، الدائر يأكل السوق ده سوق ده شغل عام وبتاع مواطنين، ما في جيش ولا في دعم سري هناك، الدائر يأكل السوق ده هكو، البنى بيت زول وبيختسب أخد زول ومرض زول وبني زول ده هكو. قال المحلل السياسي الدكتور الفاتح عثمان أن استمرار الحرب في السودان كارثة، مشيرا إلى التخريب الممنهج لجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى فقدان 100,000 أسرة لممتلكاتها. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحرب لا يمكن أن تتوقف إلا بالمفاوضات والتنازلات، ووجه انتقادات للمجتمع الدولي لطريقة تعامله مع الحرب الحالية بالتحديد بعصر عقوبات دون تقديم جزرة. وأكد أن قيادة قوات الدعم السريع تحتاج إلى توفير ضمانات أمنية واقتصادية وقانونية داخل وخارج السودان، كما دعا لتقديم جزرة للجيش بإعادة إعمار ما تم تخريبه. وأضاف في هذا الخصوص: إذا كان الرعاة الدوليين يعني راغبين فعلا في إنهاء الحرب، يجب أنه تركيزهم على الجزرة وليس العقوبات. الدعم السريع بحاجة إلى جزرة، يعني قيادة الدعم السريع هي تحتاج إلى ضمانات حول مستقبلها، سواء يعني فيما يختص بأوضاعهم الاقتصادية أو حتى ضمانات سلامتهم إذا خرجوا يعني خارج السودان أو اختاروا أن يكونوا في داخل السودان. بالنسبة لقيادة الجيش، الجزرة تتمثل في دعم مالي لإصلاح ما تم خرابه في الحرب. استبعد المحلل السياسي الدكتور الفاتح عثمان تحول الحرب الدائرة في الخرطوم إلى حرب أهلية أو قبلية، موضحا أن قرار الجيش والشرطة باستدعاء المعاشيين جاء بضغوط من المواطنين لحمايتهم من الانتحاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع. وبشأن دعوة مناوي المواطنين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، قال الفاتح عثمان لراديو دبنجا أن حمل المواطنين للسلاح يمكن أن يحفظ الأمن في حال التعامل بحكمة، ويمكن أن يؤدي لنتائج خطيرة مثل الهروب القبلية، مشيرا إلى الانقسام القبلي العميق في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص: حديث أركم الناوي هو كمن يمشي على الحبل، يعني ربما قراره يساعد على حفظ الأمن وربما يساعد على اشتداد الحرب القبلية مرة أخرى في دارفور بأشد مما كانت عليه في الماضي، لأن الانقسام في دارفور عميق جدا ما بين القبائل يعني العربية وغير العربية. أصيب 4 أشخاص على الأقل في نيالا يوم الاثنين إثر سقوط قذائف في منازل مواطنين
خلال تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السري، وخلت شوارع نيالا يوم الثلاثاء من المارة رغم هدوء الأوضاع نهارا وإقلاق مؤذن للأسواق. واشتكى المواطنون من استمرار الغلاء وعدم توفر السلع وتردي الوضع الإنساني ما عدم صرف المرتبات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: أصعب مما يكون يعني أوضاع معيشية صعبة جدا، السوق يعني دمر وحرق وأموال الناس نهبت وسلبت، فالسوق يعني عنده أكثر من شهر ونص قافل، المحال التجارية مغلقة، ارتفاع جنون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت مجموعة شركات حجار إعفاء كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد 30 من يونيو المقبل بسبب تعليق جميع استثماراتها جراء الحرب. وتأسست المجموعة قبل أكثر من 100 عام وتضم 9 شركات استثمارية في مجال الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة، وأشهرها مجال الطبخ ويعمل بها آلاف العاملين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.